نسبة امتلاء السدود المصري في تونس بتاريخ 30 جوان نسبة مقلقة، لأن تحت 30% مرينا من 31.5 إلى 29.9%. كمية المياه المتوفرة بسدودنا حوالي 690 مليون متر مكعب، هذه نسبة ضعيفة، نسبة مقلقة، خاصة أنه نحن ندخل فعليا في موسم الذروة لاستهلاك المياه الوحدات السياحية. كذلك اليوم عندنا بعض الغلال والخضر الفصلية خاصة في المناطق الصقوية اللي يمكن يطلبوا كميات من المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى عملية التبخر اللي قاعدة تصير، ولعل يوم 17 جوان تبخرت في يوم واحد من سدودنا حوالي 600 ألف متر مكعب، اللي تخلي نقولوا الوضع المائي في تونس السماء حرج بالمقارنة بالعام اللي فات. العام اللي فات اللي كنا نتخيلوا أنه عام صعيب و العام أقل أمطار، يتبين أن الفارق ما بين نسبة امتلاء السدود في العام 2023 في نفس الفترة 2024 الفارق حوالي 190 مليون متر مكعب، إذا فارق كبير حتى على مستوى نسب امتلاء السدود.